السلام عليكم الاخوان، كلشي بخير، لاباس عليكم، هانين. جيتكم اليوم في واحد الفيديو اللي ما غاديش نهضر على الكره، ما غنهضر على حتى شي حاجه. يعني كاينين شي حوايج اللي كيبقى في الحال بزاف، وليتي ديما كتشوف نفس انت كتشوف نفس 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 الحاله، نفس الشوهه، نفس والله العظيم الحشومه، عيب وعار. يعني انت ولي تشوف حاله الحوايج هادو. الفيديو اللي ضرني في خاطري بزاف، وماشي من القيمه ديال ولاد الشعب ولاد البلاد، اللي ولاد الناس حرين، اللي الرجاله ديال بصح يشوف هذاك الفيديو وما يبقاش فيه الحال. صراحه فحنا مغاربه مسلمين، وعندنا خواتاتنا وعندنا عيالاتنا وعندنا مواتنا وعندنا بزاف د الحوايج. يعني باش كتشوف شي فيديوهات بحال هكا كيبقى في الحال بزاف. اش غادي نقول لكم؟ اقسم بالله العظيم الا كبرني خاطري بزاف، واحد الحاجه اللي ما كتصورش كاع بزاف هادشي، والله العظيم يته بزاف. وعيقوا علينا بزاف، ووصلوا لواحد الحوايج اللي ماشي ديالنا اصلا، ماشي ديالنا حنا مغاربه كمسلمين، ماشي ديالنا داكشي. واش الانسان ولا كيوصل باغي يدير واحد الحاجه باش ياخذ الفلوس ويدير شي حوايج اللي ما اللي ما اللي ما اللي حشومه كاع؟ انا ما معصب والله العظيم، ما كنت عارف ما نقول لكم. قسما بالله ملي كنشوف داك الحوايج كنشوفهم والله العظيم لا كيبقى فيه الحال، قسما بالله علي العظيم. دابا انا شفت طلعت قلت الله يسام بارطاجي مع خوتي ونهضر معاهم على هادشي، واش غيبادو نفس الشعور ولا لا؟ قسما بالله وحشومه عيب وعار. يعني كتشوف شي حوايج صعاب بزاف اصاحبي، وكتشوف شي حوايج اللي ما عندهم حتى معنى. واش انتي كاين حنا المغاربه حرار ونفسنا حاره، واش باقيين شي رجاله ولا ما باقينش؟ واش باقيين شي خوت ولا ما باقينش؟ راه كاع عندنا خواتاتنا، عندنا مواتنا، عندنا عيالاتنا، عندنا بزاف ديال الحوايج. والانسان عاوتاني حتى الدرجه لا شي حاجه اللي هي صعيبه وكتمرض في الخاطر كاع، وكتعطيو واحد الصوره خايبه على المغرب، وكتشوه البلاد وتشوه بزاف ديال الحوايج. والله العظيم الخوت، وغادي نخليكم ان شاء الله تشوفوا هذا الفيديو، هذا تشوفوا هذا الفيديو، وانتم غادي تحكموا ان شاء الله، انتم غادي تحكموا. يعني شي حوايج لي سبيسيال الصراحه، حشومه بزاف. والله العظيم انت شعري كيديك تمتكي، انا ناعس شفت هذا الفيديو هذا مرت، والله العظيم الا مرت قسما بالله علي العظيم. كنتمنى من الله الله يهدي مخلوق. شوفوا معايا الفيديو وشوفوا معايا الفيديو. عيب وعار. شوف ما فهمش واش بنادم واش هاد ولا كيبينوا الحمام ولا يخشيو حوايج ما عرفت فين كيخشيوهم، باش بنادم باش يدخل في اليوتيوب يعطيه مصروف يومي. ما فهم ما بقاش روتين يومي هذا ولا واش عندكم شي رجاله، عندكم شي والدين، عندكم شي خوت، عندكم شي، وانتم راه كتشوفوا السمعه ديال البلاد، انتم راه حشومه عليكم، والله العظيم الحشومه عليكم قسما بالله. عيب وعار. وانت كتشوف واحد ما عرفتش باغا تخشي حوايجها، ما عرفتش شنو باغا تبين، واش اللي روتين يومي. راه كاينين دريات كيديروا روتين يومي، داك الشيء زوين ديال الماكله ديال شي حاجه، ما كتبينش وجهها اصلا، اللي بنت الناس واعيه راه ما كتبينش وجهها. واش كاين شي روتين يومي كتبيني مع شنو كتبيني حنايا؟ داك الشيء حنا راه المغرب شبعان فيه داك الشيء. حنا راه حشمتونا قدام والدينا، وحشمتونا قدام خوتنا، وحشمتونا قدام خواتاتنا. راه كاين اللي عنده خسوره ما كتهش فيه الراس كاع، نتوما كتجيو كدير روتين يومي، ما بقينا عارفين واش روتين يومي ولا شنو هو هذا. قسما بالله علي العظيم، واش نتوما باغي تربحي الدريات ولا باغيين يربحوا الفلوس من روتين يومي؟ باش ما فهمتش انا، ديري شي حاجه اللي كتعصي الله سبحانه وتعالى، راه حشومه والله العظيم الا حشومه قسما بالله علي العظيم. واش هاد الرجاله فين هما؟ هاد الرجاله هادو فين هما؟ هاد الخوت وفين هما؟ هاد روتين يومي كتقول لك انا مزوجه وروتين يومي وكتبين عباد الله، انا نقول شي حاجه ما كايناش كاع، والله العظيم الا حشومه برا. عيب وعار صاحبي. واش روتين يومي ديري شاد البيجاما ديالك ولا ما عرفت شنو هي هذيك، ما عرفت فين نبدا نخسر في الهضره؟ ما فهمتش انا قسما بالله ما فهمت.
ونبقى في الحاله شي حوايج. حنا راه هذيك اصلا نقول لك واحد القضيه، هذو اللي كيديروا روتين يومي بهذه الطريقه هذه راه كيخسروا السمعه ديال البلاد ديالنا، ديال المغربيات الحرات. راه عندنا بنات المغربيات حرات بنفسهم واعيات، كون بغاو داكشي يديروا كثار من داكشي، وكان عندهم نفسهم عندهم واحد الاراده، وعند كلشي يخدموا وفيقوا مع 8 الصباح وضربوا تمار. سير شوف يصحاب الحس الصناعي 7000 وحده غادا خدام على الصباح، ما دير روتين يومي. والله العظيم الا عيب وحشوم عليكم. هادشي راه كي 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 كيضر في الخاطر هادشي، قسم بالله. اش هو درو سن يومك دوك؟ انا مزوج، انا راجلي قريب يجي خصني ندير الغدا وما عرفت شنو ندير في حوايجها، ما عرفتش نديرها. وباغا دير روتين يومي، كتجفف كدير خاشي مع شنو، فين خاشي هذاك الشيء ما فهمتش انا قسم بالله ما فهمتش. واش هذاك هو روتين يومي؟ تشوهي السمعه ديال البلاد، تشوهي الاسلام ديالنا، وتشوهي كلشي باش تخرج دريال في اليوتيوب يعطيوها لك. راه حشومه وعيب وعار، قسم بالله راه حشومه وعيب وعار. اشنو بالك اخويا انس؟ انت قول لي اخويا شنو بالك انت؟ اخويا عبد الصمد شنو نقول لك؟ هادشي بزاف بزاف، هادشي مصيبه عظمه اخويا. شنو نقول لك؟ يعني اللي كنستغرب ليه انايا هو واش هادوك البيوت اللي كيطرا فيهم داكشي، الديور اللي كيطرا فيهم داك الروتين، واش فيهم الرجال؟ كنظنش، الله يهدي المخلوق.